بيغرد وينفرد بقمة الدوري بالعلامة الكاملة بعد الفوز النهاردة على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع. لعبنا ست مباريات، الأهلي حتى الآن 6 من 6. هتكلم بعد كده عن الأداء، هتكلم مع حضراتكم عن الأداء، لأنه الحقيقة النهاردة في كلام مهم جدا عايزين نتكلم فيه. 6 من 6 من المباريات، 3 في 6 ب 18 نقطة، إن شاء الله دائما العلامة الكاملة تستمر، أتمنى ذلك، ولكن هو صعب جدا، ولكن أتمنى أن يحدث ذلك.